السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض حالات الإسهال الشديدة أو انسداد مجرى البول بسبب حصوات الكلى المهملة ممكن يكون السبب في توقف الكلية عن أداء وظائفها الحيوية لفترة من الزمن في حالة تعرف بالفشل الكلوي الحاد، والفترة دي ممكن تستمر لساعات أو أيام أو حتى أسابيع. في الفيديو ده هنتعرف مع بعض على أهم أسباب الإصابة بالفشل الكلوي الحاد وأهم أعراضه، وفي نهاية الفيديو هنعرف كمان أهم طرق الوقاية. تابعني بعد الفاصل، أنا محمود جمال وأنت بتشوف برنامج وقاية. اهلا بيكم مره تانية، ونبدا حلقتنا باهم اسباب الاصابه بالفشل الكلوي الحاد، وهم في الاساس 5 اسباب. السبب الاول هو نقص كميه الدم او السوائل الواصله للكلى، وده ممكن يكون بسبب النزيف زي في بعض حالات الحوادث او العمليات الجراحيه، او بسبب ضعف عضله القلب او ضغط الدم المنخفض، او ممكن كمان بسبب حالات الجفاف الشديده الناتجه عن الاسهال الشديد او بعض انواع الحروق. السبب الثاني هو الاستخدام المفرط لبعض انواع الادويه، خاصة المسكنات من عائلة الديكلوفيناك والايبوبروفين أو المضادات الحيوية أو مدرات البول بدون استشارة الطبيب. السبب الثالث بعض حالات التسمم زي التسمم بالزئبق أو الزرنيخ أو بعض الصبغات المستخدمة في الأشعة. أما السبب الرابع فهي حصوات الكلى أو التهاب كبيبات الكلى أو الإصابة بسرطان الكلى. السبب الخامس هو انسداد مجرى البول بسبب حصوات المسالك البولية أو تضخم البروستاتا أو التهابات المسالك. كل العوامل دي ممكن تكون السبب في تدهور وظائف الكلى بشكل سريع، وبتبدأ تتراكم السموم والسوائل في الجسم، وبتظهر على المريض بعض الأعراض، وأهم الأعراض دي هي القيء والغثيان بشكل مستمر أو صعوبة التبول أو حتى تورم الجسم بسبب احتباس السوائل. ومن أهم طرق الوقاية من الفشل الكلوي الحاد هي عدم الإفراط في تناول الأدوية وخاصة المسكنات والمضادات الحيوية ومضرات البول بدون استشارة الطبيب، ومتابعة مستويات ضغط الدم وسكر الدم بشكل منتظم، والاهتمام بشرب كميات مياه كافية يوميا، وبننصح دايما بشرب من 8 ل 10 كوبايات على مدار اليوم، ومتابعة الطبيب المتخصص في حالة ظهور أي أعراض وعدم إهمالها. تابعني في الفيديو الجاي هنتعرف مع بعض على كل مراحل الفشل الكلوي المزمن. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.